5 نجوم عرب حولوا حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا إلى منصات لدعم القضية الفلسطينية. أولاً خبيرة الموضة والتجميل جويل ماردينيان، فرغم سياسة إنستغرام التي خفضت نسبة وصول منشوراتها من 20 مليون مشاهدة إلى 800 ألف بسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين، إلا أنها استمرت بنشر الأحداث التي تنقل الحقيقة. ثانياً الفنان تامر حسني كان أول الداعمين لأهالي غزة مادياً ومعنوياً، وحول صفحته لمنبر للدفاع عن فلسطين. ثالثاً عارضة الأزياء بيلا حديد، رغم تلقيها تهديدات هي وعائلتها، إلا أنها حولت صفحتها للحديث عن فلسطين فقط، وكذلك شاركت صور أجدادها وذكرياتهم فيها. رابعاً النجمة نسرين طافش، خصصت صفحتها لنقل الصورة والأحداث عبر خاصية الستوري. خامساً وأخيراً الفنانة صفاء سلطان، والتي حولت صفحتها لنقل الأحداث الحاصلة في فلسطين لجمهورها والعالم.